مؤسساتها اللي بيروحوا وبيحطوا تمثيلات مين حروح حالهم هو عاطفة الذنب. أحد الأسماء هو عاطفة الذنب، عقدة الذنب. نعم، إنه لقد ورثنا بالعصر العباسي، نقول العصر العباسي ورثنا إلها مزاجيا يكره الآخرين، يكره المرأة بالذات ويعلق النساء من أجزائهن ومن شعورهن، ويكره الموسيقى ويكره الفن ويكره النحت ويكره الرسم. وإذا إنسان سمع موسيقى يصب في أذنيه الرصاص المصهور. هذا الإله الذي ورثناه صعب إلقاؤه، ويعد على الناس عثراتهم. طبعا الواحد يروح يفجر حاله مشان يرضي. هذه كلها نتائج تسييس الدين ربما؟ هي نتائج تقديم الإله بهالشكل. لا، أنا أقصد تسييس الدين في العصر العباسي. هون عصر الدين أنه روح ما لك العصر هذا العباسي شو ليش ظهر مفهوم الكفار، ومفهوم كيف ربطوا الكفار والجهاد مع بعض بالعصر العباسي ارتبطوا وكانوا منطقيين. بس كانوا منطقيين بس لكمل على الجنة. تفضل. رب العالمين قال وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الجنة وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء ونعم أجر العاملين. بالمناسبة الجنة وقت البعث رح نشوف الأرض والسماء، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. عرضها يعني مو طولة، مو عكس الطول، عرضها يعني العرض إكزيبيشن. تعرض الجنة كما تعرض الآن السماوات والأرض. السبب أخلاق يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وقال لك والحمد لله وقالوا الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة. يعني الآن سكان الأرض كم مليار؟ 7 مليار. نعم. عايشين بالأرض. مساحة السجون بالأرض بالنسبة لمساحة الأرض قديش؟ يعني الولايات المتحدة الأمريكية مساحتها 9 ملايين كيلومتر مربع. مساحة السجون بالولايات المتحدة الأمريكية شو بتطلع بالنسبة لمساحة أمريكا؟ ولا شيء. نعم. صغيرة جدا. أنا أستطيع أن أقول مليئة السجون بأمريكا، ممكن أن أقول، بس ما بقول مليئة أمريكا، مليئة السجون. طيب تتحدث عن جهنم. عم بحط على جهنم. فالجنة كبيرة جدا الأرض، وسكان الجنة هم سكان الأرض، وسكان وجهنم هي سجن الآخرة. يعني أنتم تتصوروا أنه الله يكون أعدل من الناس الآن؟ يعني الآن نسبة اللي قاعدين بالسجون بالنسبة لسكان الأرض ما بيطلعوا 1 من مليون. يعني بيكون ياها معكوسة، يعني يطلعوا سكان الجنة 1 من مليون والباقي على النار. يعني الناس أرحم. لسبب جهنم تشتكي إلى الله قلة النزلاء. يوم نقول جهنم هل امتلأت فتقول هم مزيد، لأن جهنم محدودة ولا يملأ إلا المحدود. أنا أقول ملأت الخزان، ولكن لا أقول ملأت المحيط الأطلسي. نعم. لا أقول. لسبب لازم أعرف الناس كلها أنه معظم أهل الأرض يروحوا على الجنة. نعم. وجهنم هي سجن الآخرة، والسعير وسقر وهذا عبارة عن هذا عنابر في جهنم. عنابر يعني في جهنم. عنابر في جهنم على نوع الجريمة. والله أنا أعتقد الوعاظ اللي دائما يعني يسارعوا للتكفير وكذا، يعني أنت تقض مضاجعهم بهذا الكلام. أنا أقول للناس رحمة الله واسعة، والجنة كتير كبيرة، والنار تشتكي إلى الله قلة النزلاء. والله بيقول لها هل امتلأت يسهل المزيد، يعني هي صغيرة وما عندها.